مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في اهم الاخبار في دقيقه. في اخبارنا السياسيه مقتل 13 شخصا واصابه اخرين بهجمات انتحاريه نسائيه في نيجيريا. العثور على عشرات الجثث لاشخاص اعدمهم داعش بمدينه القريتين في سوريا. الامارات تبارك بتحرير الرقه من احتلال داعش وتعده تطورا ايجابيا. صحيفه نيويورك تايمز تكشف عن الخلاف الكبير بين الرئيس روحاني والحرس الثوري. منظمة الصحة العالمية تتراجع عن تعيين موجابي سفيرا للنوايا الحسنة. في أخبارنا المنوعة 11 قتيلا في انزلاق للتربة في جزيرة بينانج الماليزية. توقعات بسقوط قمر صناعي آخر على الأرض اليوم. مرض السكري يؤخر اكتشاف الأزمة القلبية. لندن تفرض ضريبة على السيارات الأكثر تلويثا للهواء. الإمارات تتفوق على دول متقدمة في تصنيف وجهات الدراسة بالخارج.